بهذه الدولة المصرية أيضا، يعني فيما يتعلق بهذه المشكلة الأخيرة وقدرة الدولة المصرية، وباعتبار أن مصر يعني فير بروكر أو الـ 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 الوسيط العادل والنزيه في حل حالة هذه القضية، في نسج هدنة، في تثبيت هذه الهدن، في إدخال المساعدات الإغاثية، في تحقيق التسوية الشاملة، كل هذا. ونجد يعني منذ دقائق شاهدنا على الشاشة كيف أن وفدا من مجلس الأمن يعني زار العريش ورفح، وأكد أنه لولا الدولة المصرية ما كانت هذه المساعدات لتدخل، وما كان ليتحقق تبادل الأسرى وتحقيق الهدن وهذه المجهودات. إذن يعني مجهودات الدولة الدبلوماسية مجهودات مضنية على صعد مختلفة ومستويات عدة وأدوارها يعني كثيرة، ومصر أثبتت الدولة أنها يعني لا تسعى للأضواء ولا تسعى للأدوار، إنما الأضواء والأدوار هي التي تسعى لها لصدقها ونواياها في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. يعني كان هناك العديد من التصريحات، يعني المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أشار أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي واجب وطني في المقام الأول قبل أن يكون حقا دستوريا. يعني هذه العقيدة لابد أن تكون يعني متأصلة لدى المواطن المصري إلى أي درجة؟ بالفعل يعني أتصور أن المواطن بفطرته السوية أدرك أن هذه الاستحقاقات استحقاقات مهمة، لأنه يعني تأكيد على وقوفه مع الدولة وعلى منجزات هذه الدولة وعلى تحقيق الاستقرار وعلى تحقيق استكمال بناء التنمية وعلى مجابهة هذه الأخطار، لأن الأخطار أصبحت محدقة. إن كانت هناك أخطار كما ذكرنا يعني محددة أو محصورة، لكن الأخطار في هذه اللحظة الراهنة أخطار من كل صوب وحد، وأخطار ليست فقط تتمثل في تهديد الأمن القومي أو في وحدة التراب الوطني، ولكن أيضا هذه المشاكل التي تؤثر على الاقتصاد وعلى لقمة العيش. وأتصور أن تحديات الرئيس القادم تحديات جسام تتمثل في الحفاظ على وحدة التراب الوطني والحفاظ على الأمن القومي، وأيضا في توفير واستيلاد صيغ اقتصادية جديدة توفر الحياة الكريمة للمواطن المصري، لأنه عانى الكثير وتحمل الكثير. وقد أشاد به الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أنه لولا تحمل المواطن المصري لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بالفعل يعني إذا تحدثنا عن الأزمات الاقتصادية وهو شأن عالمي، يعني المرأة المصرية هي أول من يستشعر الإنجازات وأيضا الأزمات في أي مجتمع وخاصة المجتمع المصري. يعني كان هناك رهان أن المرأة المصرية سوف تكون الأقل في الحضور بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، وذلك بسبب أزمة كورونا، ثم تلتها أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، ثم أزمة الاعتداءات الإسرائيلية. يعني كان هناك تأثير كبير بجانب أيضا تغير المناخ وما له من تأثيرات على المحاصيل الزراعية، ولكن المرأة المصرية نحت كل هذا جانبا وكانت في الصفوف الأولى من استحقاق الانتخابات الرئاسية. بالفعل المرأة المصرية هي يعني هي العمود وهي الوتد، حسب رواية خيري شلبي هي وتد البيت المصري، ونجاح الأسرة المصرية يعتمد على المرأة المصرية. المرأة المصرية أدوارها متعددة وليست كأي امرأة، لا، المرأة المصرية هي بتعمل وتساعد زوجها وتساعد الأولاد ولها أدوار كثيرة وهي تحمل كل الأعباء. وأي نجاحات مع احترامنا للرجل، لكنها دائما ملقاة والسبب الرئيس فيها هي المرأة. نجاح وسعادة البيت يعتمد على المرأة. لكن أتصور أنه يعني هذا الوعي من قبل المرأة المصرية شاهدناه طوابير أمام اللجان، وحتى بعض السيدات شاهدنا وهي تحمل الرضيع وهي تحمل الطفل وهي مصرة على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري. وجدنا الطاعن في السن وهو مصر، وجدنا ذوي الهمم وهم يعني مصرون على المشاركة وذلك الاستحقاق الدستوري ليخرج بهذا الشكل. ويعني البعض إن فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة السياسية والاستراتيجية وحرصه على تماسك هذه الدولة.
كما أكد الرئيس السيسي أن الخطر الحقيقي في عدم وجود هذه السبيكة المصرية، في عدم وجود هذه اليد المصرية الواحدة، في عدم وجود ذلك التماسك المصري الواحد. لكن أي أخطار يعني يا ما دقت على الراس طبول، يعني مهما كانت الأخطار محدقة مصر قادرة بإذن الله على التصدي لها وكسر كل الأخطار سياسية وغير سياسية.